الكبير. هدي الساري، مقدمة فتح الباري. فتح الباري، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. العجاب في بيان الأسباب. تهذيب التهذيب. الإيثار بمعرفة رواة الآثار. الدراية في تخريج أحاديث الهداية. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. النكت على كتاب ابن الصلاح. تقريب التهذيب. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الإصابة في تمييز الصحابة. زوائد مسند البزار على الكتب الستة. لسان الميزان. إنباء